وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مراسلنا أسامة عبد المقصود. أهلا بك أسامة. أسامة، ما هي آخر المعلومات لديك بخصوص اختفاء الطائرة حتى هذه اللحظة؟ اهلا بك. يعني ما زالت الانباء في نوع من التضارب بين جهات داخل مصر وخارج مصر حول مصير الطائره، لكن الجهات الرسميه المصريه تؤكد حتى هذه اللحظه ان الطائره ما زالت مفقوده، لم تؤكد بشكل رسمي مساله سقوط الطائره. بعض المصادر اشارت الى احتمالات مختلفه ان الطائره ربما سقطت في اعماق عميقه في البحر المتوسط او غير ذلك، لكن بشكل رسمي لم يصدر من الجانب المصري ما يؤكد او ينفي ذلك. نعم. فيما يتعلق بالركاب، يعني البيان الصادر من شركه مصر للطيران اشار الى وجود 12 جنسيه منهم راكبه سعوديه، ليست راكب، يعني البيان اشار الى راكب لكنها تم التاكد من انها راكبه سعوديه كانت على متن الرحله مع ابنتها التي لها الجنسيه المصريه، وجري يعني التواصل مع الجهات المعنيه لمعرفه باقي التفاصيل عن الراكبه. هي كانت الابنه كانت في رحله علاجيه في باريس وكانت معها الام. نعم، هناك تضارب في المعلومات عن اختفاء الطائرة، فما هي المعلومات الدقيقة حول مصير الطائرة الأخير؟ يعني هناك تضارب كبير في المعلومات حول الطائرة، يعني بعض المصادر في اليونان مثلا وكما نقلت وسائل الإعلام المصرية تشير إلى أن الطائرة سقطت أمام السواحل اليونانية في المجال الجوي المصري في البحر المتوسط. وزير الطيران المصري قال أنه لا يجب أن نستبق الأحداث وأنه لم تمضي سوى ساعات على اختفاء الطائرة، لكن ليس هناك أي تأكيد من الجانب المصري حول ذلك. ما زالت التحقيقات مستمرة، هناك غرف عمليات تم تشكيلها. القوات المسلحة المصرية أصدرت بيانا قالت فيه أن عمليات البحث التي تشارك القطع البحرية العسكرية بين مصر واليونان مستمرة في البحر المتوسط، وربما انضمت أيضا قطع بحرية فرنسية لعمليات البحث، لكن لم يتم العثور هذه اللحظة على مكان سقوط الطائرة. وفي انتظار المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده وزير الطيران المصري بعد حوالي ساعة ونصف من الآن لشرح الملابسات والمعلومات، آخر المعلومات لدى السلطات المصرية حتى وقت انعقاد المؤتمر. نعم، شكرا لك مراسلنا أسامة عبد المقصود، كنت معنا من القاهرة.